ألقوا بالثورة للشارع يحتضنها الشعب. أي لغة وأي خطاب كان يوجهه هذا الشاب في تلك الظروف؟ سؤال لطالما ظل دافعاً للبحث حول هذه الشخصية الثورية العظيمة، الهادئة لدرجة الحكمة والثائرة لدرجة العظمة. لا أحد كان يظن أن الولد الخجول ابن البادية وصغير عائلة بن مهيدي بولاية عين مليلة سيدوخ جنرالات فرنسا ويدفعهم لاقتراء في جرائم في حق الإنسانية ويعدم دون محاكمة. الشخصية المثيرة لا زالت محل جدل، وحتى رجال السينما أغرتهم لتكون شخصية سينمائية بامتياز، خاصة وأنه الثوري والسياسي والرياضي والمسرحي أيضا. إنه ببساطة العربي بن مهيدي الذي هزم فرنسا الاستعمارية بابتسامة.